وتأثير الأهلي على كل اللي حصل امبارح في أجواء من البهجة والسعادة والتفاؤل والفرحة، فرحة هذا التزاوج الفكري، إزاي تتلاقى هذه الرغبات وإزاي تتناغم هذه الأفكار، طموحات الأهلي الكبيرة ورغبات شركة السادات الوطنية في إزاي تحدث هذا الاتفاق الكبير جدا في الوحدة الاقتصادية للأهلي برؤية 2045. ونشوف كلمة الأستاذ محمد كامل. مجموعة مشاريع اقتصادية بدأناها مع النادي الأهلي، بدأناها بقناة النادي الأهلي اللي احنا ان شاء الله بنوعد في خلال شهور صغيرة جدا هنبدأ ونشتغل على شكل التطوير الأكتر، والشغل يبقى فيها بشكل مختلف بتقنيات مختلفة. قناة النادي الأهلي هي دائما ودوما الحلم الخاص بجماهير النادي الأهلي، ودائما بتتعلق بجماهير النادي الأهلي. صالة الألعاب الموجودة في الجزيرة، يمكن واحد من زمايلنا دعبني النهاردة الصبح وقال لي كابتن صالح سليم كان دايما بيتكلم عن الصالة دي، فسبحان الله هي نفس الصالة اللي احنا خدناها ووسعنا رقعة النادي عشان خاطر الجمعية العمومية في استخدامهم لحمام السباحة، بيربطها بالنادي الأهلي شارع اسمه شارع الأسطورة صالح سليم. فدي حاجة يعني وجدناها ان سبحان الله بعد كام سنة حققنا ده، وان النادي الأهلي هياخدها وهتبقى مقر آخر لحمام السباحة للنادي الأهلي. استاد النادي الأهلي هي فكرة ان احنا نتعاون ونشتغل على استاد كديمو لاستاد النادي الأهلي، 4 سنين 5 سنين 8 سنين لغاية ما النادي الأهلي يعمل الاستاد بتاعه، وانا متأكد ان كابتن الخطيب مش هيهدله بال لغاية ما يشتغل على الأرض في استاد النادي الأهلي. يعني انا اشتغلت معاه فترة طويلة فانا متأكد انه هيفضل كده لغاية ما إن شاء الله يشتغل، وده حلم كبير جدا للجمهور النادي الأهلي. إحنا بالنسبة لنا قلنا هنشتغل على ديمو نحقق مؤقتا هذا الحلم، يفضل معنا لغاية ما الحلم ده يتحقق ونعمل فيه كل الشغل اللي هيتعمل الفترة اللي فاتت. اخيرا المشروع اللي انا بشوفه انه واحد من اكبر المشاريع في ده، انه فرع للنادي الاهلي في الصعيد. ده اعتقد انه كان مشهد ان الكابتن الخطيب كان شغال عليه بشكل كبير، احنا جينا اخذنا المشهد ده والحمد لله تعاقدنا عليه، وبقى للنادي الاهلي ان شاء الله في غضون شهور قليله جدا جدا فرع للنادي الاهلي في الصعيد. عشان اقف الوقفه اللي انا واقفها دي، في ناس كتير جدا تعبوا علشان خاطر وامنوا بالافكار اللي احنا قدمناها الفتره اللي فاتت. خلوني الاول بعد اذنكم اشكر ساده اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، ده اول من امن بفكره دخول القطاع الخاص، وانه ادانا فرصه ان احنا نشتغل في تدوير استاد السلام. انا بشكره وبقدم له تحياتي من هنا. تحياتي للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، اللي بصراحه الراجل يعني قعدنا جلستين وخلصنا كل التفاهمات اللي بيننا بشكل سريع جدا، وده كان متفاعل جدا، ودي بدايه جديده بين شركه استادات ووزاره التربيه والتعليم، مش بس في المنشات الرياضيه اللي بتمتلكها وزاره التربيه والتعليم، بل اكتر واكتر في الانشطه الطلابيه ان شاء الله الفتره الاخيره. اشكر اخي الدكتور اشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي يمكن وجوده في وزارة الشباب والرياضة هو اللي مدي كل المستثمرين النفس والطاقة اللي بيشتغلوا في الاستثمار الرياضي، لأنه زي ما انتم عارفين هو راجل أكثر خبرة في مجال التسويق الرياضي، فهو يعني بصراحة بيدي مساحات كبيرة جدا لفكرة التسويق الرياضي. أنا متأكد أن انتم عارفين كويس قوي أن أنا شهادتي مجروحة على كابتن محمود، بس الراجل ده بأمانة يا جماعة بيتعب جامد جدا عشان خاطر النادي، وبيعمل مواقف انا كنفسي كراجل بشتغل في البيزنس ما اعرفش اعملها. يعني تلاقي كابتن الخطيب تكلمه في التليفون تقول له يا كابتن احنا الموضوع الفلاني، قال لي طب تعالى يا كامل عندي البيت الساعه 9، انا عندي حقنه الساعه 8، تعالى الساعه 9. طب يا كابتن حاجه اعمل ايه بس؟ يعني حضرتك تعبان بلاش؟ لا تعالى يا كابتن. طبعا تبقى انت وانت رايح في السكه عندك امل كبير انه الكابتن يبقى تعبان شويه فما ياخدش باله فتعدي حاجه فحاجه تفوت. بصراحه الكابتن ربنا يا رب يديله الصحه ويخليه. الراجل ده هو بيشتغل في على
على منطقين خلاص انا عرفتها، يعني ان شاء الله لو عملت ديل تاني مع كابتن خطيب هي في منطقتين الكابتن بيشتغل عليهم، رضا جمهور النادي الاهلي ورضا الجمعيه العموميه، يفضل ماشي ورا الاثنين دول. انت لو ماشي ورا الاثنين دول هيعمل لك اي حاجه ويساعدك فيها.